يعني اخد من كلام حضرتك ونقول ان في بعض الاورام يعني ممكن انسان يتعرض لحادث او للدغه معينه او يعني حدث عارض ممكن يسبب ليه ورم ولكن هناك ايضا اورام اخرى ممكن تكون غير ظاهره فعايزين نتعرف مع حضرتك بقى عن انواع الاورام المختلفه وامتى نحس ان الورم ده او نعرف ان الورم ده مقلق و او ان الورم ده يعني شيء طبيعي تمام هو انواع اولا اسباب الاورام متعدده كل عضو او كل ورم في عضو سواء كان ثدي او مثانه او قولون او معده كل عضو اصيب بورم له اعراضه وله انواع يعني الاعراض كلها مش متشابهه مش متشابهه اطلاقا يعني على حسب كل جهاز او عضو تم اصابته بهذا الورم بيظهر ليه اعراض مختلفه عن الآخر بالظبط وهنقول ان شاء الله لحضرتك العلامات بقى العلامات اللي بتخلينا نقول انه في اشتباه ورم في المثانه او المعده او الثدي او القولون حنقولهم يعني, لحضرتك. يعني عايزين عايزين اه دلوقتي الانواع هو نوع حميد ونوع غير حميد يبقى عندنا نوعين الاورام الحميده والاورام غير الحميده بالزبط. او اللي بنطلق عليها الخبيثه أو الخبيث الخبيث أو السرطانية أو السرطانية ده ده يعني التقسيم الشائع لأنواع الأورام بالظبط حميد خبيث حميد ده نوع موجود وبينتهي باستئصاله فقط الجراحي النوع الثاني الخبيث لا ده له علاجات أخرى تكميليه ده موضوع مهم ولازم نقف عنده هل فعلا لاننا كنا عارفين ان معظم الاورام لازم تدخل جراحي ديها ولكن هنعرف من حضرتك هل هناك بدائل ولا لا